السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا يعني الوضعية نتاع الجزائر في الترتيب العالمي من حيث الرفاهية نتاع الإنسان وال ما يسمى social progress imperative. إذن وهذه الرفاهية نتاع الإنسان وإلى تقدم اجتماعي للإنسان فيها عدة مؤشرات تؤخذ بعين الاعتبار هنا، كمثلا توفير المياه الصالحة للشرب، توفير الأساسيات نتاع لا نوتريسيون التغذية، وكذلك الرعاية الصحية ميديكال كير، والسلامة الأفراد بيرسونال سيفتي، و access to basic knowledge يعني مدى الولوج، يعني إمكانية الولوج إلى المعرفة والعلم والمعرفة، access to information communication كذلك تأخذ بعين الاعتبار هذه الـ يعني المعايير نتاع إمكانية الوصول إلى المعلومات information communication. إذن وكذلك الصحة والـ wellness يعني لو بيانتر، الصحة و يعني الرفاهية الصحية، وكذلك النوعية تاع المحيط the environment quality، personal right حقوق الإنسان حقوق المواطن، personal freedom of choice يعني حرية الاختيار الشخصية، إذن access to advanced education، وكذلك إمكانية الوصول إلى التعليم العالي Advanced Education. كل هذه المقاييس تؤخذ في الاعتبار لتقييم المستوى الاجتماعي أو الاستماع تاع الفرد في أي دولة. وهنا هذه كل هذه المعطيات تم أخذها بعين الاعتبار لتقييم المستوى تاع كل دولة. وهنا تم التقييم تاع المستوى تاع في كل دولة وتقسيم الدول هذه حسب الألوان. هنا كما نشوف يعني كل قسم يعني حسب الترتيب، عندنا من الأزرق الداكن إلى الأزرق يعني الفاتح إلى الأخضر الفاتح، كل هذه تقسيم الدول حسب الترتيب نتاعها في معامل الرفاهية كما قلنا. أخذوا كل هذه الاعتبارات. وهنا نشوف الخريطة اللون تاع الجزائر راه في الأزرق، يعني في الترتيب الثالث، يعني نفسه كما في روسيا ودول آسيا والصين والمكسيك والبرازيل، يعني دول يعني فوق المتوسط يعني المستوى نتاع الرفاهية الاجتماعية. ونلاحظ أنه بالمقارنة مع دولة مملكة موروكو، نشوف باللي مملكة موروكو جاية في باللون الأخضر، يعني في ذيل الترتيب مع الدول المتخلفة هنايا، يعني نفس الدول كما هذه تاع الدول الساحل هنا، يعني هي في نفس الترتيب مع دول الساحل وإفريقيا هنايا، يعني على الدول تاع أدغال إفريقيا. إذن نفس الترتيب مع دولة موروكو. وكذلك نلاحظ، نفتح قوسين ونلاحظ أنه الصحراء الغربية عندها لون مختلف عن دولة موروكو، وخط واضح يفصلهما، يعني أنه الصحراء الغربية لا علاقة لها بمملكة موروكو الصغيرة. إذن هذا هو الترتيب تاع الجزائر من ناحية الرفاهية تاع الإنسان، وشفنا المعايير يعني اللي مأخوذة بعين الاعتبار يعني تاع الدراسة هذه، اللي معايير جد مهمة في يعني تطوير العنصر البشري في كل دولة. إذا هذا هو الترتيب نتاع الجزائر في المرتبة ما فوق المتوسط، بدون ما نعطي الترتيب يعني دولة بدولة. إذن داخلة في مجموعة رقم ثلاثة، هذه هي المجموعة رقم ثلاثة، يعني فوق المتوسط، وكذلك الدولة الجارة يعني داخلة في المجموعة تاع الدول المتخلفة،
إذا حسب هذا الترتيب اللي كما نعلم أنه ترتيب تاع مؤسسة عالمية تعتني بالمستوى تحت يعني بدراسات اقتصادية واجتماعية في العالم. إذا نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.